الحين انا موعدهم الساعه 12 ونص وقايل لهم ان الغداء الساعه 2 ولا بعد ولا واحد شرف. يا والله عالم يرفعون الضغط هذولي. وينك فيه الى الحين؟ ما تدري عندي رجاجين على الغداء. انا وصلت قريب وجيت معك. المهم انا موعد ابو ناصر في محطه البنزين اللي على راس الشارع الساعه 1:30 معيد البيت. جبه يلا. وين الساعه الحين 12:30 وانت موعد الرجال 1:30 والمحطه على راس الشارع؟ المهم لا تاخر علينا. ها ذولي هنا وسعي ذي حطيها في ذا وهذه علشان الثاني هنا وإذا جبيها في ذا يلا 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 أعوذ بخلي كشت لا بارك الله فيك أعوذ بالله منهم هلا يما هلا أبو بليدي هلا وين أخواني ما نحس إخوانك ونمك عند أختك أبوك اليوم عندها عزيمة أنت عارف عاد أبوك تقولي لي ها إلى الحين ما رحت خير وش فيه؟ والرجال اللي احنا موعدينه في المحطة طال عمرك ما صار لنا 5 دقائق والرجال موعد عند 1:30 أوه يلا رح يلا 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 خلينا كثر البربرة رح جبه لا تتأخر عليه إن شاء الله وانت وش فيه تتناظرين شوفي شغلت زين يلا أنت مقدور زين يا جماعة صرخ خيفتوا على الأرض هلا هلا تفضل تأخر انتوا وعدين قايلين ترى في الحطة بعد الساعة 2 أطول لي عمرك تفضل تفضل هلا 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 ومرحبا يا هلا القهوة القهوة هلا هلا ومرحبتين حياك الله كيف الحال؟ شوف وين الوالد؟ والله الوالد يعتذر الصراحة لأنه مهزوم زي وش اللي يعتذر؟ عزمه ويعتذر ترى هذه هي بالمرة الأولى هذه المرة الثانية ما يصير الا خير ابي اعتذر لك سلام عليكم هلا 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 مرحبا يا زيد عمرك الله كيف حالك صيفتوا علينا ترى الله يهديكم تو الناس الله يسلمك تو الناس تفضل الله يطول عمرك يا هلا ومرحبا هلا هلا ومرحبا
انتبه انتبه ترى حاضرة. انتبه بسم الله عليك انتبه. حارس بالله عليك بسم الله عليك. الدنيا ترى ثانية. واحد يكون سول سول على جدول شايف وبيجر عطني افتح السياره روح روح اضرب له قهوه فوق على موتري.
أحمد! أبشر كل شيء زين. جاك. ونعم. وينك فين؟ رحت أجيب الترنجل. خلي شيء من يدك وأنا أبوك راح أجيب لنا كيسان، نبي كيسان، نبي نقلط بعد شوي ولا عذرة ولا كأس. سليمة ما يصير. رفق على الولد الله هديك، رفق على الولد، منهول منهول. يا ابن الحلال أنت يا أم سعدنا ولا فكنا من لسانك. أذكر الله ترى ماني بواحد من لا إله إلا الله. الله يصبر خيتي عليك وبس. والله يصبرني بعد أنا عليها. قلط الرجاجيل يلا اخلص علينا قلطهم. قلط حييهم والله هذه الساعة المباركة. الله يحييهم. ترى المفروض إذا صار فيه غدا الواحد ما يتأخر، أنا ملاحظ وخاصة أنت بالذات جاي لي آخر واحد. الله يحييهم. الله ما يسلمك يسلمكم يا لا تحييهم لا ندمت والله. الله يكثر خيرك يا طول عمرك. خير شنو؟ أكيد لا حول ولا قوة إلا بالله. شلون الحين؟ شلون؟ شلون ما في لبن؟ شو اللي في لبنك؟ لا بس كنت أشوف في مال. وين اللبن؟ اللبن شلون ما في لبن؟ قلت لنا في لبن يا اطبر جيب لنا لبن، الناس بيتوطون الحين ما في لبن. اركد الله هديك اركد يا ابن الحلال وش بلاك انت؟ لو صار ما في لبن يجوز العيد بالاحنا، داس باللبن. انت اللي طرج جيلا على اكل دون لبن. ما فيها شيء عادي. اخر اخر بس اخر. وين بتروح تعال؟ تفضلوا تفضلوا يا جماعة حياكم الله وسامحونا نجكسوه. يبا لحظة 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 طال عمرك. أنت ما أنت بش قاعد تسوي بنفسك؟ من الصبح وانت شايل الدنيا على راسك، حط ذا نزل ذاك، جيب ولا تجيب، جاء فلان واجع علان، أربشتنا وأربشت أمي ذا المسيكينة معك. الناس تعزم علشان تستانس، عشان تضحك تسولف، وانت تعزم علشان رفع الضغط والسكر بعد. أقول انثبر بس ولا يكثر هرجك. فضل حياكم الله يا هلا يا هلا.